مهول جدا زي ما انت شايف، دمار لا يستهان فيه. هما يعني اشي مخيف لدرجة انه احنا حاسين حالنا انه احنا في دمار مش جزئي كلي. هذا الاشي صار، احنا انا واحد من الناس مستغرب ايش اللي بصير فينا هيك. هما رنوا علي جيش الاحتلال وطلعونا، بس طلبوا منا انه نخلي وخلينا، انه بصفة انه يخي براك السادة لجنبي لدار حبيب. وانا سألت بقول له طب ليش نخلي، فقال لي انت اخلي وبس. كانت في حالة من الهستيريا والخوف بالذات في الاطفال، وحجم الدمار كان هائل جدا. يعني ايش مش عارف اوصف لك اياه بصراحة. استهدفوا براك سمية تلج، يعني للأسف فيش حاجة عليها العين، اللي بس الهدف منهم التروية والدمار. أنا بطالب يدعو حد للشهادة، لأنه كل الدمار هذا وزهق الأرواح والمنشآت، وخاصة في الوضع الاقتصادي هذا كله، مين ينصرنا فيه؟ احنا بنطالب العالم انه تعمل لفتة ووقفة للشهادة، بس هي اللي بنطالب العالم. أما الباقي كله العوض على الله، ايش بدنا نعمل؟